من نجوم الفريق النهارده كان مروان سرحان، صفقه الاهلي المهمه جدا، واحد من اللي صنعوا هذا الفوز الكبير. كابتن مروان، الف الف مبروك. الله يبارك فيك استاذ ابراهيم، الله يبارك فيك. الف الف مبروك الحقيقه، يعني متعتونا واسعدتوا الجماهير، وكانت بطوله مهمه. اه طبعا دي اول بطوله في البطوله المحليه في السيزون السنه دي، و احنا حالة ماشي الحظ ان احنا نكسب بطولة عربية، فدي كانت أول بطولة محلية، فاحنا كان لازم نتوج بيها، وأقل حاجة يعني الجمهور الأهلي والناس اللي ساندتنا وجت وقفت معانا واضطرينا في الماتش طبعا، فدي أقل حاجة للجمهور النادي الأهلي طبعا. الحمد لله. قول لي يا مروان، أصعب لحظات الماتش كانت إمتى؟ هو النهارده الماتش طبعا كان صعب، وكان في ضغوطات كتير علينا، وناس بتلعب وهي مصابة، وناس وهي مجهدة، وده شيء طبيعي يعني. بس النهارده الماتش احنا كنا لازم نكسب، مفيش يعني فصال بعد الماتش اللي فات، فالنهارده دي كانت اخر فرصه بالنسبه لنا بعد كمان المكسب بتاع فرقه الناشئين. فاحنا بدانا الماتش 17 اوران، فدي كانت حاجه طلعنا على فرقه الاتحاد طبعا، فرقه محترمه، طلعنا عليهم 17 4، فده اعطانا اريحيه شويه في اول شوطين. هم رجعوا تاني في السكور، فاحنا طبعا يعني الفرقه احنا فرقه متكامله يعني، فاحنا ثقتنا في بعض وفي الجهاز الفني كله، فطبعا مع بعض لغايه اخر لحظه في الماتش يعني، احنا واثقين ان احنا هنكسب الحمد لله يعني. الحمد لله. الجمهور فارق معانا كتير. اه طبعا طبعا، احنا الرياضه عامه من غير جمهور ما لهاش طعم يعني، فهم بيدونا الحماس والروح في الملعب، فدي حاجه طبعا مهمه يعني، واحنا سعداء ان هم موجودين ورانا، واتحاد الباسكت رجع تاني، رجع الجمهور في الملاعب، فدي حاجه كويسه جدا طبعا. والالتزام مسألة مهمة جدا، لأنه كمان الجمهور على قد ما بيبقى له تأثير في الصالة، على قد ما بيبقى له أحيانا أخطاء اللي ممكن بتكلف الفريق، خاصة في الباسكت. اه بس دي كان في ماتش في الزمالك. النهائي مع ماتش الزمالك، رغم إنه واعتقد كان يعني تحصيل حاصل. اه بالظبط، بس الناس اتعلمت، اعتقد الناس اتعلمت وعرفت يعني ده حاجه مش صح. فالنهارده الناس كلها كانت ملتزمه وبيشجعوا فريقهم، ما لهمش دعوه بالمنافس، فالمنظر كان جميل يعني. لا، ألف ألف مبروك يا مروان، وأعتقد بداية مرحلة جديدة وكبيرة مع الأهلي إن شاء الله. طبعا طبعا، الله يخليك يا كابتن ابراهيم، الله يخليك. ألف ألف مبروك، ومبروك لكل أبطال الأهلي، مروان سرحان وكل اللعيبة. الحقيقة زي ما قلت لكم، الكل عمل مباراة قوية جدا، عمل بطولة كمان قوية.